السلام عليكم حبيبتي، اليوم راح ندير لكم لابيري بالدجاج. اولا نحضروا البطاطا، نقشروها نقطعوها مرصوات ونحطوها في الماء تغلي ونضيف لها شويه ملح. اما فيما يخص لاصوص، ف لاصوص عندنا بصله، حبه بصله مقطعه، عندنا ربع فصوص ثوم، عندنا بابريكا، وعندنا فلفل اسود. هنا في مقلاة نحطو زيت، نحطو شوية زيت، نضيفو لها، نحطو شوية زيت، نجيبو مرصوات اللحم تاعنا، نديرو لهم شوية نديرو لهم شوية ملح، ونخليوهم يتقلاو. هنا بعد ما تقلاو لي المرطوات تاع اللحم الدجاج تاعي، نضيفو لهم بصل، لي زيبيس تاعنا اللي حضرناها من قبل، البصل، الثوم، والفابريكا، الفلفل الأسود والفلفل الأحمر. الملح ديجا راني درت اللحم هذاك، متكثرلوش بزاف، درت البطاطا الملح. في نفس الوقت اللي راهي تتقلى فيه لاصوص، راهي البطاطا تاعنا راهي تتقلى ثاني. هاي البطاطا تاعنا جاهزة، واش نضيف لها؟ نضيف لها ثلاث حبات فخوماج، ونضيف لها كاس حليب، ونضيف لها شوية فلفل أسود، وملعقة كبيرة تاع أكل زبدة. نخلطها بالفرشيطة حتى تولي كي شغل جارية. فيما يخص لاصوص تاعنا، هاي طيب، ونتلاقى ان شاء الله كي يجهز طبق. هو الطبق تاعنا جاهز، جا ما شاء الله، ونتمنى لكم تحضروه بالصحة والهنا وشهية طيبة.